هاي جماعة، أو هاي أنا في المستقبل، كيف حالك؟ صار عمرك 24 سنة، أوكي. هاي الأهداف يا جماعة، أو يا أنا شعر الموضوع كرنج. طيب يا جماعة، اليوم راح أشارك معكم فيديو نوعا ما شخصي شوي بصراحة، يعني يمكن أول مرة أعمل هيك إشي بحياتي أساسا. صار عمري 24 سنة ولا عمري خططت لإشي مستقبلي، فاهمين علي؟ فاليوم راح أبدأ في أهداف 2022. كل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الجديدة. بس قبل ما نبدأ في أهداف 2022، فخلينا نبدأ في أهداف 2021. باقي لنا 3 أيام، عندي هدفين بس يعني جدا بسيطين. الأول إنه يعني ربنا يكون راضي عني، يعني هذا هدف الأسمى يعني دائما وأبدا، بس يعني هذا الهدف يعني لحد ما الله يكتب لنا عمر ونوصل 22. والهدف الثاني عارفينه، نوصل 50,000. موضوع يعني جدا بسيط، يعني هدف سهل يعني مش صعب ابدا. اما الان فراح نبدا في اهداف 2022. يا الله تبع الغاز، يعني تخلص 2021 نخش 2022 ونوصل 3000 وهو عم يزعجني. اوكي يا جماعه، خلونا نبدا في اهداف 2022. اول هدف يا جماعه، احسن من خطي في الكتابه. يعني استخدامنا الأجهزة والتكنولوجيا يعني بعدنا شوي عن الورقة والقلم يعني، وبصراحة أنا خطي من الأول سيء، فاهمين علي؟ يعني ها ده فرجيكم، حتى عندي قلم مش عارف كيف لقيته عندي، بس لقيت قلم، فاهمين علي؟ شوفوا هكتب يعني بس هيك فرجيكم خط يعني في كل بساطة. شوف يعني خط جدا سيء، شوف يعني ما بعرف اذا ظاهر امامكم، بس يعني اعمل لايك واشترك بليز. خط اول ابتدائي، يعني عرفت ليش بدي احسن خطي وهذا هدف. يعني الهدف الثاني، وبعد ما احسن خطي اتدرب على توقيع. ما بعرف، صار لي 23 سنه يعني شو بعمل بحياتي مش عارف، بس يعني شوفوا عندي توقيع، تمام عندي توقيع، بس ما بعرف اكرره نفس الاشي مرتين او اكثر، فاهمين علي؟ فراح افرجيكم هيك توقيع على السريع، هوقعه مرتين جنب بعض، او شوف يعني ما بعرف هل هذا التوقيع نفسه كل مره شايفينه. مره رحت على البنك عشان يعني اطلع الفيزا وطلبوا مني توقيعي، وقعته وصارت تحكي للموظف انه لا هذا يعني كل مره شكل ما بينفع. بالاخير يعني خلينا نطلع من هاي النقطه بسرعه، نروح على الهدف الثالث معنا. شوف شوف عندي نوصل 100,000 مشترك سنة 2022 إن شاء الله. بصراحة عندي إحساس إنه هذا الهدف يعني جدا سهل، نوصل 100,000، مع إنه شوي مش منطقي. يعني أنا تقريبا صار لي تقريبا 3 سنوات عم بنشر فيديوهات، لسه لحد لا ما وصلت 50,000، يعني بسنة واحدة راح أجيب الضعف، فاهمين علي؟ يمكن أوصل مليون، محدش عارف، يمكن حتى ما أوصلهاش، محدش عارف برضو. الهدف الرابع معانا، أقرأ 12 كتاب. يب انا بصراحه كان عندي هوايه القراءه، يعني انا بحب القراءه بصراحه وبقرا كثير اشياء، بس من فتره يعني من فتره ما التزمت في الفيديوهات فانا شوي بعدت عن القراءه. فان شاء الله هاي السنه راح انشر لكم باذن الله السنه هاي راح اقرا 12 كتاب. طبعا ليش 12 كتاب؟ يعني مش عارف هيك عدد، يعني فاهمين علي انه خليت لكل شهر كتاب عادي، مش شرط ممكن اقرا ال 12 كتاب بشهر واحد وهيك خلصت المهمه، فاهمين علي؟ ان شاء الله لما نيجي نعمل فيديو ردة فعل على هذا الفيديو السنة الجاية ان شاء الله لو ضلنا احياء راح احكي لكم يعني كم كتاب قرأت. الهدف الخامس عندي، اشتري كمان نبتتين غير اللي عندي. عندي نبتة واحدة سأفرجكم اياها. انا زعلان، انا جدا زعلان، ما بعرف ليش هيك صار فيها. شايفين انتم؟ ما بعرف اذا ظاهر عندكم ولا لا، بس يعني مش عارف ليه انا حزين جدا. اوكي زي ما شايفين احلامي جدا بسيطة، يعني اشتري نبتتين، يعني تخيل الموضوع جدا سهل. اوكي الهدف السادس عندي، اتعلم انجليزي او اطور من لغتي. انا مش عارف يعني انا اوكي عندي شويه مصطلحات ويعني بفهم الاشياء نوعا ما، بس انه مش يعني مش بالمستوى اني افهم اللغه كامله او مثلا اتكلم مع واحد منيح، فاهمين علي؟ يعني لازم اطور هذا الشيء بصراحه، جدا مهم في هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه. لازم يكون عندك يعني على الاقل تفهم انجليزي بشكل يعني على الاقل جيد، فاهمين علي؟ انه تقدر تبحث، تقدر تدور على المواضيع بالانجليزي، تفهم الكلام بالانجليزي، فاهمين علي؟ هاي اشياء جدا مهمه. مش عارف بصراحه الوم نفسي اني ما تعلمت انجليزي من زمان، الوم المدرسين، الوم المدرسه نفسها، الوم اهلي، ما بعرف صراحه على مين اللوم يعني، بس اتوقع المفروض ايش ما الوم حدا ونبدا يعني احاول اطور من الانجليزي. بصراحه موضوع جدا مهم، لو انت يعني صغير فبنصحك يعني تحسن من لغتك الانجليزي، لا تتعلمها عشان تنجح بالمدرسه، مش مهم يعني بصراحه مش مهم، اتعلمها بس عشان تفهمها، فاهمين علي؟
يا أنا بقول إيه، الهدف السادس هو إني أختم القرآن لو مرة واحدة بهاي السنة إن شاء الله. الحمد لله أنا يعني ملتزم نوعا ما في قراءة القرآن، يعني نوعا ما بقرأ الحمد لله، وبس إيش إنه بدي هاي السنة إن شاء الله أختم القرآن كامل، يعني من سورة الفاتحة لسورة الناس. ونروح للهدف الثامن معنا. الهدف الثامن قد يكون أصعب هدف عملي، فاهمين علي؟ يعني إني أعمله بهاي السنة، اللي هو أفتح متجر إلكتروني. يب، أحس إنه يعني مش عارف بصراحة، ما عندي كثير كلام أحكيه لأني أصلا مش مجهز لأي إشي حاليا، بس بصراحة يعني كان نفسي أبيع. أنا بقول إيه، الهدف الثامن عندي بهاي السنة أفتح متجر إلكتروني أو صفحة، يعني مش عارف. المهم ناوي أبيع شغلة، مش راح أحكي لكم عنها لأني أصلا مش مجهز لها لحد الآن. يعني حتى لو أصلا قدرت، لو قدرت أساسا إني أعمل هاي الشغلة وأفتح متجر، يمكن راح يكون بنهاية 2022، أما في البداية شوي صعب. الله أعلم، ما حد بيعرف شو كاتب له ربنا من رزقه يعني. ف إن شاء الله إن شاء الله. يعني خلونا نروح للهدف التاسع سريعا. الهدف التاسع متواضع جدا، خلونا نوصل 10,000 متابع على إنستغرام. موضوع جدا سهل، يعني أنا حاليا 6,700 تقريبا، 7,000 3,000 متابع، يعني إن شاء الله وصلنا 100,000 على يوتيوب، أكيد بنوصل على إنستغرام. فهذا الهدف يعني إيش مخليه، فاهمين علي؟ إنه لو ما حققت أي هدف من هاي الأهداف، هذا الهدف على الأقل يعني 90% أو 99% راح يكون إيش تحقق. هدف جدا بسيط، أشوف تقريبا هيك خلصنا من الأهداف. يب، خلصنا الأهداف. خليني أحط كمان هدف هيك من عندي السنة هاي، أنشر على قناتي هاي على الأقل 150 فيديو. كيف؟ يعني أنا عارف إنه هاي الأهداف قد تكون سهلة نوعا ما، بس كثيرة، فهمين علي؟ يعني كثير تسع أهداف وكثير تعملهم هاي الأشياء وأصور لكم 150 فيديو، فهذا يمكن أصعب إشي أساسا. إحنا بنخلص من تبع الغاز بيجي تبع الخردة. أوكي، بما إنه سكت فنستغل الموضوع، وشكرا لكم على المشاهدة، وإن شاء الله يكون يعني هذا الفيديو ألهمكم إنكم تعملوا أهداف للسنة الجاي، تحققوا جميع أهدافكم وتكونوا دائما بخير. أشوفكم على خير، سلام.